السلام عليكم. الكل كيترقب الجديد حول الطفل ريان اللي ولد المغاربة كاملين، ولدنا كاملين إن شاء الله. العملية الثانية، المرحلة الثانية من العملية غادي على قدم وساق، نسابق الزمان، أيدينا على قلوبنا من أجل الوصول إلى الطفل ريان. وأملنا كبير إن شاء الله في الله تبارك وتعالى أن تحمل الساعات القادمة بشرى خير إن شاء الله. نتمنى من الله أن تبقى الأمور على حالها دون أن يتعرض الفريق لسقوط أتربة أو ما شابه ذلك. لحد الآن الأمور تسير بشكل إيجابي. فيما يخص الحالة الصحية للطفل، لحد الآن لا جديد، لكن كلنا أمل إن شاء الله جميعا أن تحمل الساعات بشرى خير لجميع المغاربة إن شاء الله. هناك أمل كبير كبير إن شاء الله. مازال عملية الحفر جارية. يلا غادي يهبط واحد الفريق دابا غادي ياخذ المسافة وغادي نزودوكم بها من بعد. المعلومات والصحيح اللي كتلقاو من الشركة، انت هما اللي عندها التلفازة وكتباع والاكسجين دور التطبيب، مجموعة من الامور كتكونوا انتم على اطلاع فيها اكثر منا. احنا مطالبين من الرأي العام باش ننوروا اكثر. من طبيعة الحال فيما يخص شو السؤال ديالكم بالضبط؟ السؤال ديالي هو الوضع ديالو الصحي، سواء الدور اللي كتقوم به الوقايه المدنيه، تتبع الشركه، قلتوا الشق الطبي تاهو تيشتغل عن بعد طرق اخرى، وضعونا في الصوره اكثر. بالنسبه للشق الطبي احنا بتنسيق مع وزاره الصحه، هناك سيارات اسعاف باحدث التجهيزات الطبيه. هناك فريق طبي متكامل مباشرة بجانبكم يترأسه طبيب إنعاش، هناك مروحية للدرك الملكي. كل هذه مؤشرات أننا كلنا أمل أن تحمل الساعات القادمة بشرى خير لتقديم الإسعافات الأولية للطفل وكذلك نقله إلى أقرب وحدة استشفائية خاصة. نتمنى من الله صادقين أن تحمل الساعات القادمة بشرى خير. D'accord, pas de problème. Si vous voulez, oui. Vous recevez les derniers. Oui, vous pouvez nous raconter. Voilà. Combien de mètres voilà. Vous pouvez attendre 10 minutes. Bien sûr. سي الرئيس، تمنينا واحد السؤال نيابه على الاخوان. تمنينا ان المغاربه كلهم راهم تيتباكاو ومتبعينو حنا هنايا باش نوصلوا الصرخه ديالهم، باش اننا حتى حنا ما نكونوش احراج وما نكونوش تخلينا على واحد العهد اللي راه عطيناه للمغاربه. ما تخصوناش شي بلاصه بلي بارير ونبقاو لداخل. اما دابا راه عافاكم وحاولوا تراعيوا حتى حنا من الظروف ديالنا ان شاء الله والمتتبعين ان شاء الله. تعاملوا حتى تخرجونا برا ان شاء الله. إن شاء الله تعاملكم كان جد إيجابي، نشكركم جزيل الشكر. أمور سنضبطها بعد قليل إن شاء الله، سيتم تخصيص مكان لجسم الصحفي. مشكورين مجددا. هي عافاك هنا الفوق راه من الوقت راه هنا عينا ان شاء الله. ترى بان مثلا شي مكان غير هنا ان شاء الله. فقط اخذنا بعين الاعتبار عنصر الظلام والليل وتجنبا للوقوف على جنبات الحفره. هناك كنكونوا مضطرين انكم باش نبعدوا الاخوان كاملين غير فقط لحمايه لسلامتهم لا غير. شكرا. لا تنقسم المجموعه.